هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة؟ لا ثلاثة في أنا علمت من قديم يعني بعرف إنه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. في ناس قالوا لا هذا فيها خلاف. قال الشيخ محمد نصبي أنا أكل عندي ما أغسلش يديه. قلت له الشيخ الأزهري ليس حجة أنا ما أغسل يديه بل هذا بالبرد عندي كذا. هذا أحسن عليهم. فأنا أسأل هل هو السنة غسل قبل الطعام؟ هل يجوز تقديم القول على الفعل السنة؟ سنة إذا كان في يدك أو يديك لوثة. أما إذا فرضنا صورة الآن أفرض لك يا مشان تفهيم المسألة، توضيت من هون وقمت صليت من هون ووضع العشاء من هون وقمت إيش تغسل إيديك، ليش؟ لأنه غسل إيدين قبل الطعام سنة. هذا كلام غير صحيح، لكن أنت باشرت عملا ما بيديك وربما يكون في غبار في عطار في عطار في كذا إلى آخره وغسلت إيديك، هذا من باب النظافة، هذا يشرع ولا نقول سنة. ومن الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت صلاة في المسجد فخرج إلى المسجد يصلي بالناس إماما، فمر بقدر فيه لحم فأخذ قطعة منها وأكلها وصلى بالناس إماما. شو رأيك بقى؟ لا غسل قبل أو لا أبدا. أيضا من تمام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة المزعومة مثل سنة إحياء ليلة نصف من شعبان وصوم نهار شعبان نصف شعبان قائم على حديث ضعيف، كل ما هناك أنه حديث شعبان أشد ضعفا من هذا الحديث الضعيف اللي الآن رح أقول لك يا هو من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به كما قلنا لأنه نحن في غنى عن العمل بالأحاديث الضعيفة. ولذلك جاء عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهة الغسل اليدين قبل الطعام، ومنهم الإمام سفيان الثوري، وبهذا القدر ننهي الأجوبة. لكن لي معك نصيحة، ما دام في عندك الحرص على العلم وبتحب من تظن فيهم أنهم من أهل العلم، لماذا لا تشب بسيد العلماء وهو رسولنا صلاة الله وسلامه عليه؟ لا ما يقهرك دفاع المدني والجيش يعني أفضل طيب. لو أنت يعني قهرت النظام هذا وعفوت عن لحيتك من أجل خاطر نبيك عليه السلام اللي ما فوق خاطر، شو بيصيروا معك؟ معليش شو بيصيروا معك؟ تتبهدل وبتتحاكم وأكثر من هيك بيشنقوك بيشنقوك طيب. الشنق معناه القتل يعني، بيقتلوك ما بيقتلوك. طيب وين الجهاد في سبيل الله اللي بنعرض أنفسنا لقتل؟ إذا عزمت فتوكل على الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم 20 حديث في صحيح البخاري ومسلم بجعله الشاذة مردودة. الله أكبر. هي عطيها لصاحبك هذا غير المحمود. الله أكبر. شايف شلون؟ الله أكبر. نعم. المهم الرابعة
وين موجود؟ موجود في صورة نفس الدرجة المصرية. يقول اللي مصور هو صورة مصور هو قال هذا. قال أنا هذا الكتاب وكأنه أبو غدة يشتغل فيه. هذا الثاني الثاني ولا كله؟ هو يشتغل في كتب. إيه. هو سنانا سنانا غريبة كانت عزلي. عم ترتيب ثقات العزلي. لا يجي عندي خبر انه هو بيشتغل. اللي بيشتغل ترتيب ثقات ابن حبان للهيثمي هو القلعجي. وانا اخبرت بهذا منذ اكثر من عامين. طيب اذا قبل ما تصوره ممكن نطلع عليه هذا الجزء الاول. شوفوا الان ما لا مش الان بدي اخذ معي. اذا في مجال يعني. في مجال. جزاك الله خير. بس اني احاول ان القلم استغرق شيخ احاول ان اقيد الضرابي. المهم احنا الاذاعان استاذ ننبه شيخنا على هذا الامر انه كان عندكم اذا كان الشيخ ناصر القطاني فهم هالفهم جاي تقول حسن السقاف ما فهمت هذا في رأي بالجديد هيك هم بقول ما فهمت هذا جزاك الله خير يا استاذ جزاك الله خير شوف الله اكبر ان شاء الله انت فهمت منه انه يعني هذا كلام انه كيف فهمت فهمت انا انك هيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه سجل لكن انت قطعته قلت له هنا وقت لكن برضه هو قطعني لما قال قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقف بس انا شيخ اهلا وسهلا عليك جزاك الله خير والان مع جلسه ثانيه شيخنا بتذكر